تعرف من كذا كتعرفوا كتعاني مجموعة ديال المشاكل وتدخل ديال السي سعيد قال لك على أساس المقاطعة الأولى بالنسبة اللي كتعرف واحد الإقبال كبير واحد مجموعة ديال واحد المجموعة ديال الساكنة اللي كتتعانق من المغرب كامل هنا كيتبين على أساس كاين واحد الإقبال للمقاطعة بما كذا بما كذا المشى في واحد التوجه اللي هو ديال المستقبل ديال المدينة إذا هنا كيتبين على أساس حنا خصنا نكونوا راهنا الإشارة ديال المندوبية ديال التعليم إذا حنا مع المجالس المنتخبة مع السلطات المحلية بشخص رئيس الدائرة كنا قمنا بواحد اللجنة ترأس السيد رئيس الدائرة وخرجنا لواحد مجموعة ديال الأماكن اللي تطرق لها السي سعيد هو اختيار ديال واحد مجموعة ديال الأماكن بيناتهم بنايات ديال الأمن الوطني والوقاية المدنية الصحة التعليم هاد المرافق هذه كاملة خرجوا في اللجنة وكانوا فيها منتخبون وسلطة ومصالح خارجية وتم اختيار ديال واحد مجموعة ديال البقاع اللي غادي تمشي في هذا المجال تمنتي أكون على يقين السي سعيد حنا كنديرو كل ما بجهدنا كندافعو عليه باش يكون موجود معنا هنا في مقاطعة بما كذا وبالملاحظات اللي درناها والأراضي اللي اخترناها من أجل البناء ديال هاد المصالح الخارجية هنايا مقاطعة بما كذا والإخوان السادة المنتخبون البارح كانوا معنا هنا في المكتب على أساس كاملين كيعانيو واحد مجموعة ديال المشاكل مجموعة ديال الاتصالات من أجل مجموعة ديال التنقيلات مقاطعة بما كذا كتعرف واحد الإقبال كبير كاين واحد الاقتباس واحد مجموعة ديال المدارس حنايا خصنا نجلسو معاكم من دابا واحد الأسبوع باش نشوفو ميمكنش نحرمو شي واحد من الدراسة نحاولو ما أمكن نوفرو بعض البنايات بحال اللي كان عمل السيد رئيس مشكورا السيد رئيس الدائرة كاين بعض البنايات اللي هي تبع لقطاعات أخرى وكانت توفرت السنة الماضية من أجل الدراسة بواحد المجموعة ديال الأطفال اللي قراو فيها حنايا حنا مستعدين كمنتخبون كسلطات محلية باش نوفرو الإمكانيات المتاحة اللي في يدنا واللي نقدرو نبحثو عليها من أجل ما نحرموش هاد الوليدات من الدراسة أنتم كتعرفو الظرفية اللي كتعيشها اللي عايشها بلادنا من ناحية الجائعة وحنا جايين إذا هنا خصنا نحاول معاكم نكونو يد في اليد باش ندفعو بواحد التنمية ولو قدر المستطاع باش نزيدو بهاد المنطقة ونستافدو الوليدات ديال بني مكادا بصفة عامة وتهذوك الناس اللي كيجيو دابا كاين واحد المجموعة ديال كتعرفو الجفاف كاين واحد المجموعة ديال المناطق اللي هي جبلية وبدينا كنلاحظو على أسد واحد المجموعة ديال الناس مساكن بداو كيجيو من الجبل بداو كيجيو كريم وكيجيو يسكنو هنا في المدينة ديال طنجة إذا تا هما خصنا نوقفو معاهم ونتعاونو معاهم وما نحرموش الوليدات ديالهم من الدراسة حقيقة واحد العرض متميز ولكن بالنسبة لهذا العرض يعني كنهزو أرض الواقع تلقاو ربما ياك العرض في واد والواقع في واد آخر فيما يخص الدخول المدرسي لهذ السنة سيدي المدير الإقليمية اللي غادي نقولو أننا بقطعة بما كذا الكل كيعرف واحد الهجرة كبيرة اللي كتعرفها مجموعة ديال المدن بحكم مجموعة الإكراهات خصوصا اليوم عندنا عاد مجموعة المشاكل لا في المنطقة ديال الشاون اللي عندنا واحد الهجرة كبيرة مدينة طنجة مقاطعة بني مكان أنا اليوم عندي واحد السؤال واش افتتاح مؤسسة في السنة كافية لمقاطعة بني مكان هذه الأولى الحاجة الثانية بالنسبة عندنا اليوم مجموعة ديال الأسر اليوم كيتصلوا بينا وكيعيشوا واحد الرعب يقول لك انا عاتب العنوان ديالي مثلا هو الجيراني مؤسسه اللي قريبه لي هي انس بن مالك مثلا نعم انس بن مالك خاويه لكن انا بغيت نبعد ياك عاتب على المناطق اللي فيهم مشاكل حنا ولاد ديما كانوا عارفين المؤسسه لا ما نقولكش ياك بنور الزهره ولا اللي فيهم انا مشيت لواحد المؤسسه اللي فيها عاد يمكننا ندخل التلاميذ اللي بغينا عاتب هنا السيد الرئيس عندنا كاين مجموعه ديال الاسره كيعيشوا واحد التخوف يمشيو عند المدير كيقول لك مشي للنيابه اليوم التاكسي هو اللي خدام يمشيو للنيابه رجع عند المدير يجيو عند المستشار يجيو عند جمعيه الاباء والخطير هو ان بعض المدراء وانا غادي نفتح واحد القوس الطريقه ديال الاستقبال ديالو صراحه مستفزه كنقدروا المجهودات ديال الرجال المستعد التعليم كنقدروا المجهودات ديال بعض المدراء ولكن بعد منهم صراحه انا ما عنكرش الاسماء لانني ماشي باش انني ننتقم من بعض المؤسسات ولكن استقبال مستفز من بعض الاسر وانا عيش سيد الرئيس عيش على حالات
في هذا الاسبوع هذا والمستلم يعطيك اسماء مؤسسات وعاتب حتى الان بعض المدراء كيتعاملوا بواحد الطريقه اللي هي فيها واحد العلو فيها واحد التكبر على اسر اللي هي بسيطه ما عندهاش الامكانيات باش تشري الدفتر دار بابعجه هذا اللي كيحس في الناس عاتي هنا بالنسبه لك مجالس التدبير صحيح واحد القوس فراه مجموعه مؤسسات كنبداو الرغبه ديالنا باش اننا نتواصلوا معهم كمستشارين لكن كيشدوا الباب رغم ان المقاطعه عندي مكان وانا كنائب رئيس مكلف الاصغر عندنا عشرات ديال التدخلات مؤسسات مجموعه المؤسسات كنتدخلوا معهم كنقوموا بمجهودات جباره الا كنتنسق مع السلطات ولا مع جمعيه الاباء ولا مع المدراء ولكن عاد اقل من هذا يتم التفعيل ياك عندنا مجالس ديال التدبير مؤسسات باش تكون ديك الشراكات اللي تكلمت عليها السيد الرئيس لان قلت بعض المدراء راهما مازال كيشتغلوا بالطريقه القديمه حقيقه خصهم يجددوا خصهم يعملوا عتبيه الميزاج بالنسبه لنتكلم عن هكذا بلي ما كذا واحد المعدل ديال 77 مؤسسه راهو غير كافي بحكم التوسع وهذا كاين واحد الاجماع انا قلت السيد الرئيس اليوم عندنا مجموعه الاسر اليوم هي متخوفه هذا صراحة هذا هو الشغل الشاغل ديالنا اليوم ان التلامذ هادو ديك السكن ديالهم قريب بعض المؤسسات ولكن ما عرفناش شنو هو الحال خصوصا اننا صراحة كتلقى بعض المدراء الجور ديالهم معقول يقول لك انا عندي 50 تلميذ كي غنزيد بحال قلت لواحد البارح قلت له عمل 51 قال لي ما عنديش كيف نزيد طويلة صعبني قلت له 50 عمل 51 من 52 ولكن بعض الاقسام صغيره ما تنساش 52 يبقى شكرا واحد الملاحظه بسيطه على الاستاذ سي سعيد على هضرتي على التعليم ما تكلمتيش على التربيه هي اهم حاجه في الحياه ديالنا اللي هي المستقبل هي الحضاره هي دابا كنشوفوا المجتمع كامل حماق في الفيسبوك وفي الانستغرام والشيشات عامرين بالبنات التلاميذ عندهم 17 سنة 18 سنة 16 سنة كامل كيشيشوا غدا في المستقبل إن شاء الله ما غنجبروش المرا في المغرب خاصك تتسخر تجيب كارولي لك ونقول المرا في المستقبل هذه راه حقيقة كنعيشوها دابا ولاو البوليس كيضربوا في الشوارع اين هي التربيه اللي عنده شي كلام خايب كيقولوا على من ما بغى حنا كنهضروا على المؤسسات خاصة الحجر سبعة الحجر تبيع الحجر اين هي التربيه ملي جات الرساله من الارض جات التربيه عاد التعليم كيفاش تهضر مع الاب كيفاش تهضر مع الام في الشارع كيفاش تمشي مع تهضر مع المجتمع حنا المجتمع دابا حماق صافي كلشي حماق في مشى بنتي مشى نقرا مع صاحبتي في مشى كذا والسلام عليكم حنا بغينا ننبهوا قلنا بانه الشغال التعاطي مع الملعان عنده اليه ديالو عنده الطريقه ديالو انا ملي غادي ندخل معاك واد على ديك تقول لي ديك الوضع اللي عاد بدا نقول لك يا سيد انا باش نقول لك بانه في اطار ما كاين لا تنسيق ما كاين لا لجنه شمن على الاختصاص ديك الاحياء وديك المناطق علاش بديتي هذا ملي غادي تجي مجلس على الحزب يقول لك اش عملتيهم تما بقات تفعلوا شي دوله ثلاثه ولا غربي استعمل انت ملي قلت انا المنطق الوزيعه عطيت مثال ديال القفه الوزيعه قلت بانه كنبه مستقبلا ملي عاد تجي هذا الشيء ديال اللقاء الرئيس ديال الاناره العموميه ملي عاد تجي هذا الشيء ديال الروج ديال الضوء ما تفاجئوش قلت بان بالنسبه لي فيهم كامل المحاومه ديالك ما عنديش اشكال ولكن في اطار الاولويه يكون ديك الحياه ديك الصحه هذه المنطقه هذا ولكن ماشي شي واحد يرد علينا ولا ما يخليناش اسمح لي هذا حقي اي واحد يتدخل كنوجه الكلام ديال السيد الرئيس وقلت بدين السيد الرئيس شنو هذا الشيء هذا ما عرفناش في المراحل السابقه ديالك بالفعل كنت معارض بصح ومعاه ولكن مصلحه المواطن مصلحه المواطن الله يهديكم تخلونا نحصر مواطننا تخلونا نبقاو نجيو نبقاو نربطو ولا غادي ذلك راه داكشي ساهل حنا جينا كنلفو كنعطيو الاقتراحات ديالنا تقبلوا هو ما تقبلتيش هذاك شغلك هذاك وشكرا اذا
السلام عليكم، يوسف ورديغي نائب رئيس مقاطعة دي مكاده. كما كتشوفوا اليوم عندنا الدورة ديال مقاطعة دي مكاده، الدورة العادية ديال الشهر شو تسمى هاد الدورة هادي اللي كتعرف مجموعة ديال النقاط، وكاين فيها النقاط اللي هي مهمة بزاف، هو خصوصا العرض اللي كان حول الدخول المدرسي بمقاطعة دي مكاده، والنقطة الثانية اللي عندها علاقة بالمنحة ديال المقاطعة المقدمة من طرف الجماعة. بالنسبة للنقطة الأولى، كان واحد العرض من طرف المديريه الاقليميه لعدي طاجه اصيله حول الدخول المدرسي بالمقاطعه. احنا كاعضاء سجلنا مجموعه ديال الملاحظات ديالنا في الدخول المدرسي، من بين هذه الملاحظات هو ان اليوم عندنا العدد ديال المؤسسات اللي عندنا مقاطعه دي مكاده غير كافيه مع 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 مع, مع, مع مقابل التوسع الجغرافي اللي كتعرفوا المقاطعه، مقابل الهجره اللي كتعرفها مقاطعه دي مكاده. اليوم عندنا يك معدل داخل المقاطعه دي مكاده ديال 5% في القسم، اللي هو معدل كبير بزاف. حقات نتمنى ان الدخول المدرسي يمر ياك واحد السلاسه. كذلك سجلنا وان كاين اكراهات عند بعض العائلات في التواصل مع بعض المدراء. خدينا وعود من طرف المسؤول ديال المديريه الاقليميه ان شاء الله ربي هذه المشاكل كامله غتسحل في غضون واحد جوج الاسابيع. بالنسبه للنقطه الثانيه اللي هي منحه ديال المقاطعه دي مكاده، كما كتعرفوا جميع ان المقاطعه دي مكاده كتوصل بواحد المنحه اللي هي 2,800,000 من طرف الجماعه. المشكل اللي عندنا حنا اليوم هو اننا كنتوصلوا بهذه المنحه ولكن فقط على الاوراق، كنجيو هنا للمقاطعه كنفصلوا في هذه المنحه ولكن للاسف ما كنتوصلوش بها كامل. لحد الان اليوم حنا في شهر 10، يلاه توصلنا ب 39% ديال المنحه ديال المقاطعه، وهنا اللي كيخلينا اننا امام مجموعه ديال الاكراهات، امام مجموعه ديال المشاكل داخل المقاطعه. كيف لا، اننا كنتكلموا على مقاطعه اللي فيها ما يقارب 500,000 نسمه، توسع جغرافي، مجموعه ديال المشاكل، ولكن في مقابل اننا هذيك المنحه اللي هي هزيله 2,800,000 وما كنتوصلوش بها. فاليوم كنعرفوا صراحه مشاكل كبيره، يمكنناش اننا ياك الحق واحد التنميه، يمكنناش اننا عادي باش نمشيو الطموحات ديال الساكنه ديال بني مكاده، مادام ان ياك المجلس الجامعي ديال طنجه فقط كيرصد 39% من المنحه، فراهي غير كافيه. وهاد 39% من المنحه الغالبه ديالها كتمشي لا في التعويضات ولا في العتاد ديال المقاطعه، وهنا اللي غادي نقول اننا اليوم اذا بقينا بهذه الطريقه فاننا غادي نكونوا امام مشاكل كبيره داخل المقاطعه. نتمنى من السيد العمده انه يدارك الموقف ويرسل ياك المنحه ديال المقاطعه بني مكاده والمقاطعات كامله مع التدخل ديال الجماعه في المشاريع الكبرى داخل المقاطعه، باش اننا نكونوا قدمنا واحد العمل للسكينه ديال المقاطعه. وشكرا لجميع المنابر الاعلاميه على عتبه التواصل. مرحبا بكم معنا، وكنشكركم على الحضور ديال الدوره سبتمبر اللي حضرتوا معنا فيها، واللي ركزنا فيها على 5 نقاط، فيها 2 نقاط مهمه اللي هي النقطه ديال الدخول المدرسي والميزانيه ديال المقاطعه بني مكاده. اهم نقطه ناقشناها واللي حضرتوا معنا فيها ناقشناها بإسهابية النقطه ديال الدخول المدرسي اللي كعرف مشاكل كبيره داخل المقاطعه بني مكاده. حضر كيف شفتوا معنا، حضر معنا المدير ديال التخطيط ديال المديريه ديال التعليم، ناقشنا معاه طريقه الدخول المدرسي وكيفاش من الضروره تسهيل المساطر ديال التسجيل، والحمد لله تجاوبوا معنا. كانت واحد النقطه مهمه اللي تناقشنا فيها هي ديال المصادقه على القانون الداخلي للمؤسسات اللي سبت مشاكل المواطنين واكتضاض وواحد عرقله كبيره داخل المقاطعه والملحقات وسبت مشكل الناس. الحمد لله تجاوبوا معنا، كان مراسلات المؤسسة انهم يوقفوا هادشي هذا، مع العلم انه كاين واحد المذكره وقفت هذه المصادقه على هذا القانون الداخلي. زائد تناقش معهم لدوره توسيع رقعة المؤسسات التعليميه الابتدائي الاعدادي والثانوي، وان شاء الله في التمثيل القادم غادي نحاولوا اننا نركزوا عليها ووقع البناء ديالها في اقرب وقت ممكن. زائد ان كما سمعنا من المدير ديال مركز التخطيط انهم ميزانيه موجوده كيتسناو غير مصداقه على التمثيل باش يبداو الاشغال ديالهم. زائد اننا عندنا النقطه ديال الميزانيه المصداقه عليها، ان شاء الله ركزنا فيها على الاشغال ونحاولوا اننا نمشيو فيها بعيد. زائد نركزوا على الاحياء اللي كتعرف نقص في البنيه التحتيه، الاناره، التبليط، الشوارع، وان شاء الله غادي نحاولوا نكونوا عند حسن الظن ديال الساكنه وننزلوا هذه الميزانيه احسن تنزيل. وباقي نتوما معنا نناقشوا نقاط اخرى ان شاء الله باذن الله.